واختلف الفقهاء أيضا في شأن الحلاج، فتوقف فيه أبو العباس ابن صريح لما استفتي في دمه، وأفتى أبو بكر ابن داود بجواز قتله، واختلف فيه مشايخ الصوفية، فبرئ منه عمرو بن عثمان المكي وأبو يعقوب الأقطع وجماعة منهم. وقال عمرو بن عثمان: كنت أماشيه يوما فقرأت شيئا من القرآن فقال: يمكنني أن أقول مثل هذا. وروى أن الحلاج مر يوما على الجنيد فقال له: أنا الحق. فقال الجنيد: أنت بالحق، أي خشبة تفسد فتحقق فيه. ما قال الجنيد، لأنه صلب بعد ذلك وقبله جماعة من الصوفية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تحياتي للجميع. مرحبا بحضراتكم في سلسلة الفرق بين الفرق، ومع الحلقة 11 بعنوان ذكر أصناف الحلولية وبيان خروجها عن فرق الإسلام. الحلولية في الجملة 10 فرق، كلها كانت في دولة الإسلام، وغرض جميعها القصد إلى إفساد القول بتوحيد الصانع. وأما الحلاجية فمنسوبون إلى أبي المغيث الحسين بن منصور المعروف بالحلاج، وكان من أرض فارس من مدينة يقال لها البيضاء، وكان في بدء أمره مشغولا بكلام الصوفية، وكانت عبارته حينئذ من الجنس الذي تسميه الصوفية الشطح، وهو الذي يحتمل معنيين، أحدهما حسن محمود والآخر قبيح مذموم. وكان يدعي أنواع العلوم على الخصوص والعموم، وافتتن به قوم من أهل بغداد وقوم من أهل طلقان خراسان، وقد اختلف فيه المتكلمون والفقهاء والصوفية. فأما المتكلمون فأكثرهم على تكفيره، وعلى أنه كان على مذاهب الحلولية، وقبله قوم من متكلم السالمية بالبصرة ونسبوه إلى حقائق معاني الصوفية. وكان القاضي أبو بكر محمد ابن الطيب الأشعري رحمه الله نسبه إلى معاطاة الحيل والمخاريق، وذكر في كتابه الذي أبان فيه عجز المعتزلة عن تصحيح دلائل النبوة على أصولهم مخاريق الحلاج ووجوه حيله. واختلف الفقهاء أيضا في شأن الحلاج، فتوقف فيه أبو العباس ابن صريح لما استفتي في دمه، وأفتى أبو بكر ابن داود بجواز قتله، واختلف فيه مشايخ الصوفية، فبرئ منه عمرو بن عثمان المكي وأبو يعقوب الأقطع وجماعة منهم. وقال عمرو بن عثمان: كنت أماشيه يوما فقرأت شيئا من القرآن فقال: يمكنني أن أقول مثل هذا. وروى أن الحلاج مر يوما على الجنيد فقال له: أنا الحق. فقال الجنيد: أنت بالحق، أي خشبة تفسد فتحقق فيه. ما قال الجنيد، لأنه صلب بعد ذلك وقبله جماعة من الصوفية، منهم أبو العباس بن عطاء ببغداد، وأبو عبد الله بن خفيف بفارس، وأبو القاسم النصر أبادي بن نيسابور وفارس، والدينوري بناحيته، والذي نسبوه إلى الكفر وإلى دين الحلولية. حكوا عليه أنه قال: من هذب نفسه في الطاعة وصبر على اللذات والشهوات ارتقى إلى مقام المقربين، ثم لا يزال يصفو ويرتقي في درجات المصافات حتى يصفو عن البشرية، فإذا لم يبق فيه من البشرية حظ حل فيه روح الإله الذي حل في عيسى بن مريم، ولم يرد حينئذ شيئا إلا كما أراد، وكان جميع فعله فعل الله تعالى. وزعموا أن الحلاج ادعى لنفسه هذه الرتبة، وذكروا أنه ظفروا بكتب له إلى أتباعه عنوانها: من الهو هو رب الأرباب المتصور في كل صورة إلى عبده فلان، فظفروا بكتب أتباعه إليه، وفيها: يا ذات اللذات ومنتهى غاية الشهوات، نشهد أنك المتصور في كل زمان بصورة، وفي زماننا هذا بصورة الحسين بن منصور، ونحن نستجير لك ونرجو رحمتك يا علام الغيوب. وذكروا أنه استمال ببغداد جماعة من حاشية الخليفة ومنها حرمه،
حتى خاف الخليفة وهو جعفر المقتدر بالله معرض فتنته فحبسه، استفتى الفقهاء في دمه واستروح إلى فتوى أبي بكر بن داود بإباحة دمه، فقدم إلى حامد ابن العباس بضربه 1000 صوت وبقطع يديه ورجليه وصلبه بعد ذلك عند جسر بغداد، ففعل به ذلك يوم الثلاثاء ل6 بقين من ذي القعدة سنة 939، ثم أنزل من جذعه الذي صلب عليه بعد 3 وأحرق وطرح رماده في الدجلة، وزعم بعض المنسوبين إليه أنه حي لم يقتل، وإنما قتل من ألقي عليه شبهه والذين تولوه من الصوفية، وزعموا أنه كشف له أحوال من الكرامة فأظهرها للناس، فعوقب بتسليط منكر الكرامات عليه لتبقى حاله على التلبيس. وزعم هؤلاء أن حقيقة التصوف على ظاهرها تلبيس وباطنها تقديس، واستدلوا على تقديس باطن الحلاج بما روي أنه قال عند قطع يديه ورجليه حسب الواحد أفراد الواحد، وبأنه سئل يوما عن ذنبه فأنشأ يقول 3 أحرف لا عجم فيها ومعجومان، وانقطع الكلام وأشار بذلك إلى التوحيد. وأما العذاقرة فقوم ببغداد أتباع رجل ظهر ببغداد في أيام الرادي بن المقتدر في سنة 22 و300، وكان معروفا بابن أبي العذاقر واسمه محمد ابن علي السلمقاني، وادعى حلول روح الإله فيه وسمى نفسه روح القدس، ووضع لأتباعه كتابا سماه بالحاسة السادسة، وصرح فيه برفع الشريعة وأباح اللواط، وزعم أنه إيلاج الفاضل نوره في المفضول، وأباح أتباعه له حرمهم طمعا في إيلاجه نوره فيهن، وظفر الراضي بالله به وبجماعة من أتباعه منهم الحسين بن القاسم وأبو عمران، ووجد كتبهما إليه يخاطبانه فيها بالرب والمولى ويصفانه بالقدرة على ما يشاء، وأقروا بذلك بحضرة الفقهاء، ومنهم أبو العباس أحمد ابن عمر ابن سريج وأبو الفرح المالكي وجماعة من الأئمة، فاعترفوا بذلك، وأمر المعروف منهم بالحسين ابن القاسم ابن عبيد الله بالبراءة من ابن أبي العذاقر بأن يصفعه، ففعل ذلك وأظهر التوبة، وأفتى ابن سريج بجواز قبول توبته على مذهب الشافعي رحمه الله، وأفتى المالكيون برد توبة الزنديق بعد العثور عليه، فأمر الراضي بحبسه إلى أن ينظر في أمره، وأمر بقتل ابن أبي العذاقر وصاحبه أبي عون. فقال له ابن أبي العذاقر أمهلني 3 أيام لينزل فيها براءتي من السماء أو نقمة على أعدائي، وأشار الفقهاء على الراضي بتعجيل قتلهما، فصلبهما ثم أحرقهما بعد ذلك وطرح رمادهما في الدجلة. أما السبابية فإنما دخلت في جملة الحلولية لقولها بأن عليا صار إلها بحلول روح الإله فيه، وكذلك البيانية زعمت أن روح الإله دارت في الأنبياء والأئمة حتى انتهت إلى علي، ثم دارت إلى محمد ابن الحنفية، ثم صارت إلى ابنه أبي هشام، ثم حلت بعده في بيان ابن سمعان، وادعوا بذلك إلهية بيان ابن سمعان، وكذلك الجناحية منهم حلولية لدعواها أن روح الإله دارت في علي وأولاده، ثم صارت إلى عبد الله ابن معاوية ابن عبد الله ابن جعفر، فكفرت بدعواها حلول روح الإله في زعيمها، وكفرت مع ذلك بالقيامة والجنة والنار، والخطابية كلها حلولية لدعواها حلول روح الإله في جعفر الصادق وبعده في أبي الخطاب الأزدي، فهذه الطائفة كافرة من هذه الجهة،
ومن جهة دعواها أن الحسن والحسين وأولادهما أبناء الله وأحباؤه، ومن ادعى منهم في نفسه أنهم من أبناء الله فهو أكفر من سائر الخطابية والشريعية والنميرية منهم حلولية، لدعواها أن روح الإله حلت في 5 أشخاص: النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين، لدعواها أن هؤلاء الأشخاص الـ5 آلهة، وأما الرزامية فقوم بمرو أفرطوا في موالاة أبي مسلم صاحب دولة بني العباس، وساقوا الإمامة من أبي هاشم إليه، ثم ساقوها من محمد ابن علي إلى أخيه عبد الله ابن علي السفاح، ثم زعموا أن الإمامة بعد السفاح صارت إلى أبي مسلم، وأقروا مع ذلك بقتل أبي مسلم وموته، إلا فرقة منهم يقال لهم أبو مسلمية أفرطوا في أبي مسلم غاية الإفراط، وزعموا أنه صار إلها بحلول روح الإله فيه، وزعموا أن أبا مسلم خير من جبريل وميكائيل وسائر الملائكة، وزعموا أيضا أن أبا مسلم حي لم يمت وهم على انتظاره، وهؤلاء بمروا أهرات يعرفون بالبركوكية، فإذا سئل هؤلاء عن الذي قتله المنصور قالوا: كان شيطانا تصور للناس في صورة أبي مسلم. وأما المقنعية فهم المبيضة بما وراء نهر الجيحون، وكان زعيمهم المعروف بالمقنع رجلا أعور، فصاروا بمر من أهل قرية يقال لهم كازا كيمندات، وكان قد عرف شيئا من الهندسة والحيل والنيرنجات، وكان على دين الرزمية بمر، ثم ادعى لنفسه الألوهية واحتجب عن الناس ببرقع من حرير، واغتر به أهل جبل إبلاق وقوم من الصعد، ودامت فتنته على المسلمين مقدار 14 سنة، وعاوله كفره الأتراك الخليجية على المسلمين للغارة عليهم، وهزموا عساكر كثيرة من عساكر المسلمين في أيام المهدي بن المنصور، وكان المقنع قد أباح لأتباعه المحرمات، وحرم عليهم القول بالتحريم، وأسقط عنهم الصلاة والصيام وسائر العبادات، وزعم لأتباعه أنه هو الإله، وأنه كان قد تصور مرة في صورة آدم، ثم تصور في وقت آخر بصورة نوح، وفي وقت آخر بصورة إبراهيم، ثم تردد في صور الأنبياء إلى محمد، ثم تصور بعده في صورة علي، وانتقل بعد ذلك في صورة أولاده، ثم تصور بعد ذلك في صورة أبي مسلم، ثم أنه زعم أنه في زمانه الذي كان فيه قد تصور بصورة هشام بن حكيم، وكان اسمه هاشم ابن حكيم، وقال: إني إنما أنتقل في الصور لأن عبادي لا يطيقون رؤيتي في صورتي التي أنا عليها، ومن رآني احترق بنوري. وكان له حصن عظيم وثيق بناحيد كثير، ويحشو في جبل يقال له سيام، وكان عرض جدار صورها أكثر من 100 آجرة، دونها خندق كثيرة، وكان معه أهل الصعد والأتراك الخليجية، وجهز المهدي إليهم صاحب جيشه معاذ بن مسلم في 70,000 من المقاتلة، وأتبعهم لسعيد بن عمرو الحرش، ثم أفرد سعيدا بالقتال وبتدبير الحرب فقاتله سنين، واتخذ سعيد من الحديد والخشب 200 سلم ليضعها على عرض خندق المقنع، 10,000 جلد جاموس، وحاشاها رملا وكبس بها خندق المقنع، وقاتل جند المقنع من وراء خندقه، فاستأمن منهم إليه 30,000، وقتل الباقون منهم، وأحرق المقنع نفسه في التنور في حصنه قد أذاب فيه النحاس مع السكر حتى أذاب فيه، وافتتن به أصحابه بعد ذلك لما لم يجدوا له جثة ولا رمادا، وزعموا أنه صعد إلى السماء، وأتبعه اليوم في جبال أبلاق
أكره أهلها، ولهم في كل قرية من قراهم مسجد لا يصلون فيه، ولكن يختارون مؤذنا يؤذن فيه، وهم يستحلون الميتة والخنزير، وكل واحد منهم يستمتع بامرأة غيره، وإن ظفروا بمسلم لم يره المؤذن الذي في مسجدهم قتلوه وأخفوه، غير أنهم مقهورون بعامة المسلمين في ناحيتهم، والحمد لله على ذلك. وأما الحلمانية من الحلولية فهم المنسوبون إلى أبي حلمان الدمشقي، وكان أصله من فارس ومنشأه حلب، وأظهر بدعته بدمشق فنسب لذلك إليها. وكان كفره من وجهين، أحدهما أنه كان يقول بحلول الإله في الأشخاص الحسنة، وكان مع أصحابه إذا رأوا صورة حسنة سجدوا لها، يوهمون أن الإله قد حل فيها. والوجه الثاني من كفره قوله بالإباحة، ودعواه أن من عرف الإله على الوصف الذي يعتقده هو زال عنه الخطر والتحريم، واستباح كل ما يستلذه ويشتهيه. قال عبد القاهر: رأيت بعض هؤلاء الحلمانية يستدل على جواز حلول الإله في الأجساد بقول الله تعالى للملائكة في آدم: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، وكان يزعم أن الإله إنما أمر الملائكة بالسجود لآدم لأنه كان قد حل في آدم، وإنما حله لأنه خلقه في أحسن تقويم. ولهذا قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فقلت له: أخبرني عن الآية التي استدللت بها في أمر الله الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام، والآية الناطقة بأن الإنسان مخلوق في أحسن تقويم. هل أريد بهما جميع الناس على العموم، أم أريد بهما إنسان بعينه؟ فقال: ما الذي يلزمني على كل واحد من القولين إن قلت به؟ فقلت: إن قلت أن المراد بهما كل الناس على العموم، لزمك أن تسجد لكل إنسان وإن كان قبيح الصورة، لدعواك أن الإله حل في جميع الناس. وإن قلت أن المراد به إنسان بعينه وهو آدم عليه السلام دون غيره، فلما تسجد لغيره من أصحاب الصور الحسنة، ولم تسجد للفرس الرابع والشجرة المثمرة وذوات الصور الحسنة من الطيور والبهائم؟ وربما كان لهب الناس في صورة، فإن استجزت السجود له فقد جمعت بين ضلالة الحلولية وضلالة عابد النار. وإذا لم تسجد للنار ولا للماء ولا للهواء ولا للسماء مع حسن صور هذه الأشياء في بعض الأحوال، فلا تسجد للأشخاص الحسنة الصور. وقلت له أيضا: إن الصور الحسنة في العالم كثيرة، وليس بعضها بحلول الإله فيه أولى من بعض. وإن زعمت أن الإله حال في جميع الصور الحسنة، فهل ذلك الحلول على طريق قيام العرض بالجسم، أو على طريق كون الجسم في الجسم به، ويستحيل حلول عرض واحد في محال كثيرة، ويستحيل كون شيء واحد في أمكنة كثيرة؟ وإذا استحال هذا، استحال ما يؤدي إليه. الحلولية في الجملة 10 فرق، كلها كانت في دولة الإسلام، وغرض جميعها القصد إلى إفساد القول بتوحيد الصانع. وتفصيل فرقها في الأكثر يرجع إلى غلاة الرافض، وذلك أن السبابية والبيانية والجناحية والخطابية والنميرية منهم بأجمعها حلولية، وظهر بعدهم المقنعية بما وراء نهر جيحون، وظهر قوم بمرق يقال لهم رزامية ويقال لهم بركوكية، وظهر بعدهم قوم من الحلولية يقال لهم حلمانية، وقوم يقال لهم حلاجية ينسبون إلى الحسين بن منصور المعروف بالحلاج، وقوم يقال لهم العذاقرة ينسبون إلى ابن أبي العذاقري. وتبع هؤلاء الحلولية قوم من الخرمية شاركوهم في استباحة المحرمات وإسقاط المفروضات، ونحن نذكر تفصيلهم على الاختصار. إلى هنا نكون قد انتهينا من هذه الحلقة. سبحانك اللهم وبحمدك،
أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.